الفلوس والجدل اللي ما انتهاش ولا هينتهي طول ما الحياة مستمرة. هي الفلوس كنعمة من نعم ربنا، هل هي مجرد وسيلة ربنا سخرها للإنسان للعيشة يستخدمها في شراء اللي يلزم حياته، ولا هي في حد ذاتها الغاية وامتلاكها والسعي لزيادتها هو الهدف الأساسي؟ مفيش شك أبدا أن الفلوس ليها أهميتها وبتحتل جزء كبير من تفكير البشر اللي بالطبيعة وبالفطرة ليهم رغبات وأحلام وطموح، زائد حاجاتهم الأساسية في سكن وأكل وشرب وعلاج. الفلوس وسيلة لتحقيق الرغبات والاحتياجات دي اللي منها كمان معنوي زي تحقيق الذات أو السلطة أو الوضع الاجتماعي، كل ده مقبول وطبيعي. لكن المشكلة الكبيرة بتظهر لما الإنسان وهو بيسعى لكل ده يفقد إنسانيته ويمكن كرامته نفسها، ويبقى في طريقه لجمع المال منزوع المشاعر معدوم الأخلاق. مفيش حاجة تفرحه أو تزعله إلا زيادة رصيده من المال والثروة أو نقصه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إن المال والبنون زينة الحياة الدنيا ذكر برضو إن أموالكم فتنة. المشكلة الحقيقية لما يتحول الإنسان اللي ربنا كرمه لآلة لجمع الفلوس بتطحن في سكتها أي قيم ومبادئ، لما تكون الفلوس هي غاية حياته أصلا مش وسيلة لتسهيل حياته. وهنا يظهر السؤال اللي جاوب عليه فيلمنا النهاردة، فيلم الذل لمحمود أبو زيد. هل الذل هو قلة الفلوس ولا الذل هو فقر النفوس؟ مسير البلية تلعب والظهر في يوم يعلق والورق يحلو، ونرجع تاني نركب ونكهكه ونشرب ونهيص ويروق الجو، هشوط الذل وطيح في الكل ساعة ما الحظ عليا يطل. دي كانت كلمات الأغنية اللي بدأت مع نزول تتر البداية للفيلم، واللي بيغنيها عزيز، واللي كعادة محمود أبو زيد دايما في اختيار الأسامي كإسقاطات على طبيعة الشخصيات في روايته، فهو الشاب اللي حرفيا ينطبق عليه جملة عزيز قوم ذل، واللي أثناء ما الأغنية شغالة بتستعرض الشاشة نمط حياته اللي كله سكر وحريم وسهر وقمار، وبتستعرض معها عربيته المرسيدس اللي ماشي بيها في الشارع وبيدخل بيها في معرض سيارات عشان يبيعها، فيطلع من المعرض يضيع فلوسها على القمار. فنشوفه قاعد بشنطة هدومه في جنينة فيلته وهو برضه بيعد فلوس بيع الفيلا، ونشوفه بعد المرسيدس راكب عربية موديل رمسيس من بتاعة الغلابة وبرضه دخل بيها نفس المعرض يبيعها، لحد ما خلصت الأغنية وهو راكب عجلة. كل ده وما اختفتش أبدا ابتسامته اللي بتدي انطباع واضح على استهتاره وفساد أخلاقه ولا مبالاته، وبتتنقل بين الكاميرا للوكاندا صغيرة في حي شعبي وهو داخل يتسحب عشان يطلع قطه من ورا صاحبها اللي نايم، لكنه يحس بيه ويصحى ويطالبه بسداد الأجرة المتأخرة قبل ما يحط دماغه على مخدته، فيرد عليه عزيز بعنطزة وفشخرة كدابة قبل ما حطها على الأمل والبق والعفانة، ويبدأ يديله محاضرة عن خير عيلته ونسبه على مصر كلها، وكل كلام النعرة الكدابة والغرور اللي بيخبي وراه فشله وخيبته، وصاد الراجل اللي معاه مفتاح الأوضة اللي هتتويه فيقول له نظف نفسك من العفانة وفارقنا، ويتطور الموضوع لخناقة يتحجز بعدها عزيز في الاسم عشان تظهر شخصية صاحبه النشال الفصيح اللي قدر يتقرب منه رغم عنطزته بالحنجل والمنجل وانه دايما واخده على قد عقله ومديه برستيج، فيطلع الاتوبيس يخبط له محفظة وينزل منه على الاسم عشان يضمنه ويدفع له الأجرة المتأخرة وياخده يعشيه كمان. النشال يقترح عليه يسيبه من القمار ويشتغل، فيقول له عزيز انسى ما عادش ينفع، انا اتعلمت اصرف القرش بس ما اتعلمتش ازاي اكسبه. فيقترح عليه النشال انه يساعده يسرق عمه عدوه اللدود، المليونير صاحب العزب والمشاريع اللي بيكره عزيز وطريقته في الحياه وعمره ما ساعده او عطف عليه او كانت له اي علاقه انسانيه بيه. عزيز اللي بيرفض في البدايه رغم انه بيكره عمه ومستني اليوم اللي يموت فيه عشان يورثه كوارث شرعي وحيد بسبب ان عمه ما اتجوز، لكنه كان عارف صعوبه دخول الفيلا والمزرعه اللي مبدوره حراسه ومترشقه كلاب مفترسه في كل حته، لكنه يوافق بعد الحاح النشال ان هم يجربوا، وان النشال ياخد فكره عن مداخل ومخارج القصر ويروح عزيز ويستناه على سور الفيلا، لكن البواب يشوفه يتفزع ويقفل الباب عشان ينفذ تعليمات عمه ان محدش يدخل الواد ده هنا ابدا. فيبدا صوت عزيز يعلى عشان يظهر حجيجه اللي بيكرهه وبيحتقره قد عمه واكتر، وحجيجه ده بقى الفلاح دراع الباشا اليمين في كل حاجه تخص المزرعه والشغل، نوعيه الناس اللي مفيش في حياتها غير الاكل والشغل وتحقيق طلباته واوامر ولي نعمته اللي بيثق في امانته واخلاصه،
وسايب له كل كبيره وصغيره في المزرعه، وصاد انه رغم فقره راضي باوضه فرشها له الباشا ومعينه رئيس على كل الفلاحين. حجيجه يعامل عزيز معامله وحشه ويرفض دخوله وينده له الكلاب قصاد الحاحه ومحاولته للدخول بالعافيه، فيظهر عمه اللي يكمل عليه تهزيق، فيقول له عزيز انا اتمرمطت واتذليت يا عمي ومحتاج مساعدتك، فيقول له الذل اللي انت فيه ايه من ايات الحق، ابوك سرق حق الشرع من ميراث ابونا وسرق حقي في الفلوس اللي في الخزنه وقسمني في الباقي، كان فاكر انه بيامن لك مستقبلك بالمال الحرام وهو المال ضاع في الهلس والقمار، تبقى ايه ولا مش ايه؟ عشان يقطع عزيز المحاضره الاخلاقيه دي ويقول له عم ما انت سارق الذهب والمجوهرات اللي بملايين اللي كانت مدفونه في بدروم السرايا، اللي هو انتوا الجوز حراميه كل واحد بيحلل وبيدي مبررات على مزاجه وبيدعي الشرف، انتوا الاثنين حراميه يا عمي انا ذنبي ايه؟ اديني حقي حتى لو هضيعه في القمار برضه مالكش فيه. عمه ما يسمعلوش ويطرده عشان الكراهيه تزيد والرغبه في الانتقام من عمه ومن حجيجه تخليه يفكر في الدم بقى كوسيله اخيره يلجا ليها، ولانه عارف ان القاتل ما بيورث فيأجر قاتل محترف ويتفق معه على الميعاد عشان يروح قبلها هو وصاحبه النشال لمطعم كبير وياكلوا اكل كتير وغالي جدا عشان يختلق خناقه مع مدير المطعم بعد ما يمتنع عن الدفع ويقضي كام ليله في التخشيبه تصرف عنه النظر في انه يكون ورا حكايه القتل دي، لكنه ما يعرفش ان في الوقت ده عمه سافر المانيا يتفسح والسفاح اللي بعته يقتل عمه الكلاب نهشته وموتته، لكن المفاجاه ان اللي يضمنه ويخرجه من السجن كان محامي عمه اللي يقول له مش عارف ابشرك ولا اعزيك في عمك اللي مات في اوروبا بازمه قلبيه ولازم تيجي معايا عشان العزاء، ومن بعده اجراءات تسليمك التركه بصفتك الوريث الوحيد له، خبر وفاه عمه اللي استقبله عزيز بالفرح والزقططه طبعا، مش بس كده دي كانت من مظاهر فرحه النادر اللي كان نادره في المشهد العبثي الشهير لدخول صوان العزاء بزفه عوالم ورقص وخمره وشربات ولا زفه عروسه، عشان يبدا بعدها اول يوم له في قصر عمه بحبس الكلاب في اوضه لحد ما يبيعها، ولما سال حجيجه الفلاحين انتوا تحبسوا الكلاب ليه؟ قالوا له عزيز بيه خايف منهم عشان مش مؤلفين عليه، فقال لهم كلاب ولاد اصول تمرت فيهم العشره عكس البني ادمين اللي ولفوا من اول دقيقه وشربوا ورقصوا في ليله موت ولي نعمتهم. حجيجه بقى كان الهدف الثاني لعزيز في الانتقام والاذلال، عشان واحد في اخلاقيات عزيز ونظرته لحجيجه كدراع يمين لعدوه ما كانش بالسهل يسيبه في حاله غير لما يمرمطه بعد ما يسلمه كل عهدته وكل تفاصيل شغله وثروه الباشا. حجيجه اللي كان لسه محتفظ بولائه واخلاصه للباشا ما رضيش حتى انه يشوف عزيز حاطط صورته في الجنينه وبينشن عليها بندقيته، وكان تمن رفضه ده انه يتعذب ويتمد على رجليه ويتهان قدام كل فلاحين المزرعه على طريقه اضرب المربوط يخاف السايب، اللي نجحت وبانت في حوار فلاحين مع بعض وهم بيتفرجوا على اللي بيحصل، وواحد فيهم قال احنا هنسيبه كده يتهان ويتعذب ونبقى جبنا، التاني قال له خلاصه حكمه العبيد جبان سايب ارحب من شجيع مربوط في شجره، ويستمر عزيز في الاستمتاع بثروه عمه اللي مطولش لحد ما ظهرت هدي نام، ودي الشخصية اللي ظهورها هيقلب الكل وتلخبط كل الأوراق بالوصية اللي سابها عمه معاها بعد الأزمة القلبية الأولى اللي حصلت له في ألمانيا قبل ما يموت، وهي كانت في الفندق وتعرفت عليه عشان تقول لعزيز إن شرط المرحوم إن الوصية تتسلم لمين بقى؟ لحجيجة. عزيز اللي يتجنن وبرغم إلحاحه عليها توريه الوصية وإقناعها إن ابن أخوه وريث الشرع الوحيد لكنها تقول له دي أمانة ولازم أسلمها لحجيجة شخصية، ولما يكذب عليها ويقول لها مش موجود تدي له عنوانها وتقول له هو أسبوع وهسلمها للشرطة يسلموها لحجيجة بمعرفتهم، وعزيز يلجأ لمحامي الشيطان اللي ما يختلفش عنه لكنه ما يسمعلوش وهو بينصحه إن حجيجة لازم تكسبه في صفك وخف عليه شوية، هو اللي فاهم مصلحة المزرعة ومتربي فيها، البلطجية اللي أنت جايبهم نهبينها، فيقول له عزيز أنا عارف وبسيبهم يسرقوا عشان يحموني من غدر الفلاحين لأنهم بيكرهوني، في إشارة إن اللي عارف إنه غلط وعلى باطل بيبقى دايماً خايف وقلقان ومتوتر، وإن حتى الثروة اللي هبطت عليه من السماء وما بذلش أي مجهود فيها القلق والخوف زائد طمعه وسوء أخلاقه وخوفه من كل الناس اللي هيبقوا زيه مش مخلينه يتهنى بيها ويعيش مرتاح البال، فيستمر أكتر راكبه شيطان الشر وحبه في الإذلال في إهانة وتعذيب حجيجة اللي طول الوقت رغم ضعفه قدامه لكنه عينه قوية في الحق، فيحلق له شعره وشنبه ويدهن له وشه بويا ويشلفطه خالص ويخليه عبارة عن مسخ مشوه، ويفضل حبسه لحد ما يشوف صرفة للمصيبة اللي جاية له من ألمانيا تعكر صفو وفرحته بالتركة بالوصية المجهولة دي، ويستعمل معاها كل أساليب الخداع ويجيب لها واحد تاني ببطاقة مزورة فتكشفه، يخش عليها دخلة شقط وغراميات ما ياكلش معاها، وكل ده وهو كل توقعاته انها وصيه بتلت التركه لحجيجه، لكنها ومع الحاحه وضغطه المستمر تعترف له انها اقرار نسب، ان عمه بيعترف ان حجيجه ابنه الشرعي من امه اللي حملت بيه قبل جوازها من جوزها اللي فضل معاها، اقرار له بجميع حقوق الابن الشرعي وان هو الوريث الوحيد له ولكل ممتلكاته. في الوقت ده
الحجيجة يصعب على البواب فيهربوا، ويختفي أثر حجيجة اللي نزل القاهرة يدور على شغل أو مكان يتوي. ومع اختفاء حجيجة كانت مستمرة عملية المساومة من عزيز للبنت بتسليم الورقة، ولا من شاف ولا من دري قصاد مبلغ مالي محترم. فيبدأ شيطان الطمع وحب المال يسيطر على ضحية جديدة لإغراءات المادة، اللي لما أمها تقول لها حرام يرد شيطانها عليها ويقول لها وهو إيه النهاردة مش حرام؟ فتقول لها أكل مال اليتيم نار تحرق. فالمبررات تشتغل وترد نار أكتر من نار الفقر اللي احنا فيها، عشان تتحول البنت اللي كانت قافشة في وصية ميت بأمانة حقيقية لواحدة من اللي بيستحلوا مال مش من حقهم، كفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، وبعدها هيجي الثراء والعيشة المرتاحة وراحة البال. فتبدأ تساومه على نص ثروته وتخليه يكتب لها شيك بمليون جنيه كضمان انه مش هيغدر بيها بعد ما تساعده في اخفاء الوصية، وتتكرر زيارتها له على اساس انها خطيبته في الوقت اللي هو نفسه بيدبر خطط لقتلها ما بتنجحش. الشرطة اللي تقبض على حجيجة وهو ماشي متشرد في الشوارع تعرف منه مكانه وترجعه البلد تاني، فيمارس معاه عزيز نفس الإزلال وأكتر لدرجة معاملته زي كلاب الصيد، يجري على ركبه يجيب له الحمام اللي بيوقعه ببندقيته. الطريقة اللي ما عجبتش البنت فتتصورج عليه وتقول له إزاي تلغي أدمية إنسان وتعامله بالوحشية دي، وتهدده إنها مش هتسكت له لو استمرت المعاملة السيئة دي. الثورة اللي بتهدى خالص وتختفي لما يقول لها عزيز أنا مش هرحمه غير لما يدلني على مكان الذهب والمجوهرات اللي كان عاوز ياكلها لوحده. وأول ما الإنسانة الخلوقة الحساسة دي تعرف إن الحكاية فيها ذهب وألماس بتتحول في ثواني لنسخة تانية من عزيز، وهي بتقوله ياكل مين ده احنا نفرمه، وبتلحس كل كلامها عن الرحمة والإنسانية. عزيز اللي عارف إن مفيش ذهب ولا حاجة يستغل طمع هدينام بعد ما بعت بلطجيته من وراها بيتها، وقدروا يلاقوا الوصية والشيك اللي مضيلها عليه، فياخدهم هي وحجيجة المكان مهجور بعيد بحجة ان هم هيدوروا على الذهب، ويقفل عليهم باب اوضة ملهاش مخرج ويولع في الاوضة من الشباك، ويمشي وهو معتقد انه تخلص من كل حاجة تنغص عليه الاستمتاع بثروة عمه. لكن اوان موتهم كان لسه ما جاش، فينقذهم الاهالي ويطلعوا الاتنين بجروح بسيطة. لكن البنت تعرف حجيجة بسر الوصية بعد ما قررت تنقل وتبقى في صفه في حربه مع عزيز بصفته الحصان الكسبان واخر امل ليها في مغامرتها اللي قررت تبيع فيها أخلاقها ومبادئها عشان الفلوس. حجيجة اللي كان طول الوقت متمسك بالأخلاق والأمانة وما بيفوتش فرض ومؤتمن على كل فلوس الباشا بكل إخلاص وضمير، برضو تغرز رجليه في سكة شهوة المادة، ويروح لخاله عشان يطلب منه أغرب طلب ممكن يطلبه ابن وأصعب كلمة ممكن يسمعها ابن عن أمه، فيطلب منه يقول إن ابن حرام عشان يقدر يورث التركة، رغم إنه عارف إن أمه حملت به من أبوه قبل ما يعرفوا للباشا طريق أصلاً. الطلب اللي يتقابل من الخال بالشتيمة والتهزيق والطرد للابن اللي عاش طول عمره شريف عشان مستني اللحظة اللي يبيع فيها نفسه وسمعة أمه عشان الفلوس. حجيجة يروح المحكمة مع البنت في جلسة الإعلان الشرعي، ويتفاجأ عزيز إنهم عايشين عشان تشهد البنت إن حجيجة هو الوريث الشرعي، وتتأجل الجلسة ويتعين بعدها حارس قضائي لحد ما يخلص النزاع، اللي انتهى باستلام حجيجة للتركة وبمساعدة نفس المحامي اللي راكب ومسيطر دايما. حجيجة يقرر يعذب عزيز قبل ما يرميه برا المزرعة في انتظار القضايا اللي رفعها عليه، ومحدش يربط عزيز في نفس الشجرة اللي عذب فيها حجيجة غير صاحبه النشال اللي كان برضو ولاؤه للي يدفع أكتر. حجيجة يقول لهم قلعوه، فعزيز يقول له بس أنا ما قلعتكش، فيقول له حجيجة ما أنا كنت قدامك ما قلعتنيش ليه، عشان تبدأ وصلة التعذيب اللي تشبه كتير اللي حصلت له وهو مظلوم ونقي ومخلص. لكن الفلوس والعز اللي جم عن طريق إنه يوصم نفسه بإنه ابن حرام مع الرغبة في الانتقام اللي بقى معاها القدرة على تحقيقها تخليه ما يترددش في تعذيب عزيز بدلق العسل الاسود على جسمه وتسريح الحشرات ينهشوا لحمه، وكأن الفلوس خلقت جواه وحش منزوع الإنسانية، أو إن الشبعة بعد جوعة خرجت الوساخة اللي كانت جواه وكانت مستنية بس الفرصة عشان تظهر، ويوصل خاله ويصرخ في وش الناس ويشهدهم عليه إنه لطخ سمعة أمه، ويقبل يتقال عليها شمال قصاد إنه يبقى غني بوصية مزيفة مش شرعية، لدرجة إنه كان بيقول لخاله اخرس كل ما ينطق كلمة أنت ابن حلال، ويقول له أنت كذاب يا خال أنا ابن حرام. واخر ما فشل يسكت خاله امرهم يعذبوه. البنت اللي تقف مروشه ومش مصدقه نفسها في وسط الشياطين اللي المال عماهم دول، فتصرخ على الراجل اللي كان رايح يقابل ربنا وهو مزور في شرع ربنا عشان بس يكيد ابن اخوه وابن اخ طماع وفاسد وما عندوش منع يقتل عشان الفلوس. وحجيجة اللي بيصلي وفانى عمره في صون امانه مال مش ماله، واول ما جات له فرصه الغنى ما كانش عنده مانع يتهم امه بالزنا ويتهم نفسه انه ابن حرام. وكالعاده برضه ثورتها تنزل على ما فيش لما حجيجة يقول لها اسكتي وهديكي 20% من التركه، تقول له أقل من 50% مش أقبل. شيطان ومسيطر على الكل ولاغي أدميتهم كلهم قصاد المادة والثروة. 50% اللي رفضها حجيجة فقرر يعذبها هي كمان بالعسل
اللي كلهم ما كانوش عارفين ان المحامي اصلا سايبهم يقطعوا في بعض وهو شغال في سكة تانية خالص. بعد اتفاقه مع صديق عمره الباشا اللي كان واخد قرض كبير من البنك بضمان المرحوم، قرض قيمته اكبر بكتير من قيمة كل تركة الباشا، وحرضه يمتنع عن تسديد القرض عشان البنك يرجع للضامن ويحجز على ثروة الباشا ويستفيد هو والمحامي بالمبلغ الكبير اللي فاضل. وبالفعل توصل قوة لتنفيذ حكم المحكمة مع مندوب البنك عشان تحجز على المزرعة والفيلا لصالح البنك، وتنتهي الرحلة بالتلاتة الطماعين ويرجع كل واحد فيهم لأصله. بس المرة دي اللي متشلفط واللي متعور واللي محروق يدلقوا على بعض بلاليص العسل اللي هم بيضحكوا بهستيريا كتذكار أخير لمغامراتهم قبل ما يخسروا كل حاجة. اللي خسر فلوس واللي خسرت مبادئ واللي خسر شرفه بعد ما جريوا كلهم جري الوحوش ورا سر رماهولهم حرامي كبير استكتر يا قابل ربنا وهو مش مغير في شرعه وجاي على حق الغير، ورجع كل واحد لرحلته مع الذل الحقيقي، الذل اللي ما يحسش بيه فقير لو نفسه عزيزة، ولا يحس بيه محتاج لو كرامته أغلى ما يملك، الذل اللي عمره ما كان في فقر الفلوس، الذل اللي في فساد وضعف النفوس. تقدروا تشوفوا الفيلم في قناة تليجرام اللي هسيب لكم اللينك ليها في الوصف تحت الفيديو، ونشوفكم على خير إن شاء الله.